عنكبوت الإنترنت. التحقت الفراشة الصغيرة شوشو بسريرها، لكنها لم تنم، بل فتحت حاسوبها المحمول وبدأت تتصفح مواقع الإنترنت سراً، لأن والديها منعها من استخدام الحاسوب بكثرة حفاظا على صحتها. ولجت شوشو أحد المواقع الاجتماعية لتبحث عن صديقة تتحدث معها. فجأة أرسلت إليها إحدى المتصفحات طلبا تدعوها إلى إضافتها إلى قوائم صديقاتها، فوافقت شوشو على الفور. بدأت شوشو تتواصل مع صديقتها الجديدة كتابيا: هل لي أن أتعرف عليك؟ أنا نحلة تنتج العسل، اسمي عسولة. وأنت؟ أنا فراشة جميلة، اسمي شوشو. واستمر الحديث بينهما إلى ساعات متأخرة من الليل. وفي الصباح نادت شوشو أمها باكية: أمي أمي، أرجوك عيناي تؤلماني. أسرعت الأم بشوشو إلى طبيب العيون، وبعد فحصها قال: عيناك مجهدتان جدا، وهذا الألم سببه تعريضهما للضوء الشديد مدة طويلة. لم تتعد شوشو بما حصل لعينيها، وفي الليل اتصلت من جديد بعسولة، فطلبت منها هذه الصديقة الافتراضية أن يلتقيا في الغابة قرب المغارة المهجورة للتعرف عن قرب. ولم تكن عسولة في الحقيقة نحلة، بل عنكبوتا غدارا انتحل شخصية نحلة. في اليوم التالي وصلت شوشو إلى المكان الذي وصفته لها صديقتها الافتراضية، وكانت مرتبكة لأن المكان كان مهجورا. فجأة ظهر لها عنكبوت مرعب رمى عليها حباله اللاصقة وأمسك بها. أخذت تصرخ وتنادي صديقتها: عسولة عسولة، أين أنت عسولة، أين أنت عسولة؟ ضحك العنكبوت وقال: ها 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 ها، أنا هي عسولة، وستكونين طعاما لذيذا أتناوله هذا اليوم. لم تكف شوشو عن الصراخ وطلب النجدة. سمعها جندوب شجاع قفز على شبكة العنكبوت فمزقها وحرر شوشو. هربت شوشو مسرعة إلى بيتها، ومن يومها ابتعدت عن استخدام مواقع التعارف والتحدث إلى الغرباء، وصارت لا تستخدم الحاسوب إلا في أوقات قصيرة لإنجاز الأبحاث المدرسية فقط. We'll be right back.